الراديو 90 90 هواها مصر. خلونا نبدأ كده يا جماعة بفقرة ليه، ونقول ليه يا جماعة مواعيدنا وحشة، ليه مواعيدنا مش مظبوطة، ليه دايما لازم نكون متأخرين على ميعادنا، سواء في شغل، عزومة، نعاد مع واحد صاحبك أو صاحبتك، ليه؟ المشكلة إن الناس اللي مواعيدها وحشة دي ما بتتغيرش، أوكي؟ مع إن من أهم قواعد الإتيكات، أوكي؟ احترام الميعاد مع أي حد، بس أنا ما أعرفش هنا إحنا مالنا في المواعيد. أنا قعدت بقى بصراحة ما سألتش حد، يعني أنا قعدت أفكر ما بيني وما بين نفسي. أنا شايفة إن الناس اللي دايما بتكون متأخرة وعمرها ما بتعرف توصل في ميعادها بيبقاش عندها تقدير الوقت خالص، نو تقدير الوقت بتاتا. بمعنى إيه؟ إن أنا مثلا عندي ميعاد الساعة 6 وأنا في المهندسين ولازم أروح مصر الجديدة، أبدأ ألبس الساعة 5:30 أو 5 حتى، ما أنا مش هوصل في ميعادي أكيد. نوعيات ناس تانية بتفتكر إن هي لما بتتأخر دي أهمية. أنا بشوف إن لو أنتوا فاكرين كده ده عدم ثقة في النفس. عارفين الناس اللي لا أنا هوصل متأخر أصل أنا مهم، لا 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 ده بعيد تماما عن الأهمية، ده عدم ثقة في النفس. ناس تانية متسعوش مني بردة، أوكي ما بردة هي بردة، ما مش مهم الميعاد، ما هروح وقت ما هروح. ناس تانية ما تفكرش غير في نفسها وفي راحتها، لا أصل أنا تعبان بقى كمان شوية أقوم بقى، ما بتفكرش في غيرها. ناس قلت الذوق، في ناس قلت الذوق كده تقول إيه، ما هم قاعدين مثلا تكون معزوم في البيت، يعني هم هيروحوا فين ما هم قاعدين في البيت، مثلا الميعاد مثلا العزومة الساعة 7 توصل لهم بس 8:30، هم قاعدين هم هيروحوا فين، هم في البيت، هو أنا موقفهم في الشارع؟ ناس تانية بطيئة في الحركة والتفكير، انها بطيئه في الحركه، في سلو موشن كده، ناس سلو موشن وناس على بال ما تبدا تفكر انها تقوم تلبس او تفكر تقوم تاخد الشنطه، بطيئه. ناس تانية ما عندها لا مبالاه، لا مبالاه يعني ايه؟ يعني تبقى عندها ميعاد الصبح تقول لا انا مش هظبط المنبه اصلا انا هصحى لوحدي، اللي لا مبالاه كده يعني لا هصحى ان شاء الله هصحى، اوكي. وطبعا يروح عليه نومه او تروح عليها نومه مش فارقه معاها. وناس تانية للأسف اتربت على كده، اتربت على كده بمعنى إيه؟ لما مثلا أخد ميعاد مع حد ويقول لي بعد العشاء، يعني إيه بعد العشاء؟ إمتى؟ يعني إمتى؟ يعني بعد العشاء يعني الساعة 7 ولا 8 ولا 9 أو بعد العصر، يعني 4 ولا 5، ما أنا عندي من العصر للمغرب، إيه اتربينا على كده، اللي هو يعني إن شاء الله أنا جاي يعني مش مهم جاي. المشكلة الناس اللي منوعية دي زي ما بقول لكم ما بتتغيرش، بس لو حد اتأخر عليه بتتضايق جدا. طب ما بتفكروش انا اتضايقت، ما اللي قدامي كمان انا لو اتاخرت عليه هتضايق. وطبعا الاعذار بتبقى كتيره، اوكي الاعذار بقى اصل الكوبري واقف، اصل حادثه، اصل الكورنيش مش عارفه ماله، المواصلات، اصل اصل اصل. بصوا يا جماعه لازم نبطل الخصله او العاده دي، لانها فعلا مستفزه وفعلا فعلا انا بشوفها يعني لا ادب ولا ذوق ولا اتيكيت، اوكي. فارجوكوا يا جماعه لازم نشتغل على الموضوع ده. نروح 10 دقايق متاخرين ماشي، ربع ساعه ماشي، لكن اروح بالساعه والاثنين والثلاثه او ما اظهرش خالص اكيد ما ينفعش. وزي ما قلت دي من اهم قواعد الاتيكيت لو احنا فعلا عايزين نمشي على الاتيكيت. وعايز اقول لكم حاجه، لو احنا مثلا فعلا تعبانين وتاني يوم مش هنقدر نظهر في الميعاد، اوكي نتكلم قبليها في يوم، بس ما ينفعش اتكلم قبليها بخمس دقايق واقول اصل انا مش جايه مثلا، اوكي، او قبليها بخمس دقايق وانا هتاخر ساعه، ما انا عارفه اكيد هتاخر ساعه، اوكي، يعني لان انا نزلت من البيت متاخر. ممكن وقتها لو فعلا فعلا ان انا مش من النوعيه دي وفعلا اتاخرت لاي سبب، ما حصل ظرف اتكلم في التليفون اقول يا جماعه انا اسفه جدا، يبقى قبليها بساعتين، يبقى الناس مثلا ما نزلتش البيتها راحت المكتب او راحت الميعاد او الكافيه او وات ايفر، ان انا يا جماعه هتاخر. بس اللامبالاه ده ان احنا نخلي الناس تستنى ونوصل وقت ما نوصل اكيد لا. ايه رايكم نسمع اغنيه ولسه مكملين وجمالك في ايد امين.